السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات كنقدم لكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة صحراوية بامتياز، هي هذه اللي كتشوفوا قدامكم اللي هنا شرحها لكم بالتفصيل ممين ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو. تابع معي الفيديو الى اخره. الى كنتو اول مرة كتشتركوا معي في القناة كتشوفوا القناة، اشتركوا معي وادعموني باللايكات، ولا عدتو من المتتبعين اللي كيتبعوني الاوفياء كنقول لكم مني بكم ومزيد من التشجيع. خليكم مع الوصفة وتفاصيلها إن شاء الله الرحمن الرحيم. أول خطوة كنشرو التمر. التمر من الأحسن يكون من التمر نشفان طبيعي، ما يعود هذا السكري اللي كيعود محلين وبالسكريات، إما هذا النوع أو هذا النوع اللي كتشوفوا فيه بحال هكا كيعود ديال العرش. هذا كيطلع غالي ديال العرش صراحة، أنني نعدل الله هذا، ثم كتعدلوا اللي بغيتوا يا ذاك يا ذاك، وباش ما كان التمر نشفان كيعود زين. أول خطوة كنعدل كنقطع هذاك، كنمسح هذاك التمر وكنقلع له العظم الفيه وكنعدلو يتصور في الكساس كيف شفتو هون عاقب حملنا في البدرة. طيب كنغطيه وكنخليه تقريبا واحد ساعة ساعة قلاوة. نتوما كتشوفوا عندكم ميزانكم واش طاب ولا مزال على حساب القصوحية ديال التمر. شتو هنا انا جيت خرجتو بالفرشيطة جبرتو طايب صافي، جيت مباشرة هون وحيدتو من الكسكاس. هاد الماء غنحتفظ به حتى من بعد، غنقول لكم اش غنعدل به في حلقة قديمة، غتشوفوا ان شاء الله اش غنعدل به. صافي التمر هون مباشرة نزل حامي، كان قبض وكان مثلا كان جيكو كيف هكا، إما الوصفة الفرشيطة إلى عاد قاسع الفرشيطة كنعدل الكاس بحال هكا ديال الوصفة، كنهدوه نجيبوه نعجنو حتى يولي عجينة بحال لي كتشوفو، كنخلوه حتى يبرد تماما، كنضيفو لواحد الكوتشارة ديال النافع اللي محمي شوي في مقلة ومطحون محصوك شم، وكنضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة، وكنضيفو في النهايه واحد الكاس تقريبا ديال الجنجلان وحسب الذوق على حساب التمر. راكم عارفين عن التمر كيتواتى مع 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 التمر، التمر كيتواتى مع الجنجلان كيجي معاه زوين. الجنجلان هون مغسول ومنقي ومحمر في الفران، نطرح لكم في صندوق الوصف كيفاش تغسلي وتنظفي الجنجلان بطريقه صحيه بطريقه صالحه. صافي هون ضفت تقريبا واحد، غنضيف واحد الكاس ديال زيت الزيتون هون. علاش كنعدلو زيت الزيتون؟ لانه اولا صحي وما هو طايب، ثانيا كتفوت لك المده كامل اللي كيفوت لك هذا التمر، ما كيحماض ما كيوقع له والو، خاصو غير ما يعود في بلاد حامي. ما الى عدلنا له الزبده مع المده كتحيل وكتعطي واحد الطعم في التمر شين. هذه الطريقه هذه كنا كنستعملوها قديما من عاداتنا وتقاليدنا القديمه العريقه، عاد ترجع مؤخرا عدنا نشوفوها في المناسبات. كانت سولتني عليها واحد الاخت قلت ان شاء الله الرحمن الرحيم نعود باغي نعدلها للدار، راني نطرحها ونشتركها معكم وهاني اشتركتها معكم. هذه صحيه للاطفال، داك النافع كيفيد المصارن ويفيد في طرد الديدان الى غير ذلك، اضافه لان هذه الوصفه زينه في فقر الدم، وهي اللي كانوا العلايات الاولى اللي يسمنوا بها ويداووا بها. كم اضافات كيزيدوا لها بالنسبه اللي بغات تشحن كيزيدوا لها الدواء وكيزيدوا لها ياسر المسائل، انا هادشي كاع ما كنبغي نتكلم فيه. صافي هذه هي الاكله اللي عاد كتقدم مع وعاد ورجعوا لها كعاده، عاد تقدم في المناسبات سابق الوكيل. حنا هذه كنا نعرفوا هذيك الساعه يعدلوها لنا اماتنا وجداتنا، يعدلوها للضيافين، اول ما يسبقوا للضيافين هو هذا الطبق ويتبعوه جيرة من اللبن الطبيعي. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تعود نالت اعجابكم، وكنقدموه هون كيف نعدكم، كنقدموه هون مع الدسم، الدسم اللي هو سم الغنم او دسم البقر او زبده البقر واللي توفر عندكم كامل تطرحوه. طبعا هون كنقصد ليدام، اي شيء توفر في ليدام كتقدموه مع هذا الطبق هذا، صدقوني كيجي لذيذ، حتى الاطفال ديالنا كياكلوه بكل اريحيه وكيعجبهم، كياكلوه مع الحليب في الصباح بكري، حليب شويه دافي فيه شويه ديال اللويزة مع هذا البرد وهذا الجو هذا، كنعطوه لهم وكياكلوه وكيعجبهم. مرات قاعد كنا نعطي لهم يدوه معاهم اللومجه ديال المدرسه، كنقدموا بهذه الطريقه. وني بكم كنتمنى الحلقه ديال اليوم تعود نالت اعجابكم
وفهمتوا الوصفة، ودعموني باللايكات وبالجيم والنبي.